انا بعمل دلوقتي الشاورما اهي، قلبها تقليبه، حط شويه رز حالا. بصوا حطيت الزبادي، حطيت الطحينه، حطيت الخل، ادي الشطه، والشطه برضو اختياري، جوز الطيب والكمون. خلينا كده نشوف ايه اخبار القوام بتاعها ايه. بسم الله، دي هنحطها على صوص على الفته بتاعه الشاورما من فوق اهي، لطيفه. والزبادي خلاص حل محل السوائل هو والخل، باقي لي بس شويه عصير ليمون. ده الله اهي، تمام. هشيل بقى الحاجات دي،